هاي شوق. هاي بوتيكات، حياكم الله في بيتي. كل عام وانتي بخير. وانتي بخير وصحة وسلامة. نسألك أسئلة سريعة عن شخصيتك. يلا. تحبي رموش صناعية أو مسكرة؟ المسكرة. طيب مكياج خفيف أو تقيل؟ الثقيل. حلو أو مالح؟ طبعاً المالح. تعالوا أدخنكم شوية. يلا. وصلت الريحة؟ وصلت. برايمر أو مرطب؟ مرطب. البر أو البحر؟ طبعاً البر، أنا من العين. أفلام رعب أو دراما؟ رعب. يوليا ولا إيديلي؟ إيديلي. طب آيلاينر أسود أو أبيض؟ الأسود. هريس أو سمبوسة؟ أو الهريس. شخصيتك منظمة أو عشوائية؟ عشوائية بزيادة. في رمضان يبدأ يومي تقريباً الساعة 12. طبعاً تعرفوا رمضان شهر كريم، شهر الخير، نحب نطبخ فيه. أنا أدخل المطبخ لين تقريباً الساعة 4 أو 5، أخذ لي شاور وبعدين يبدأ اهتمامي ببشرتي. أحب أستخدم دبل سيروم من كلارنس أول ما أنش، حتى قبل المطبخ، وأحب أستخدمه بعد الشاور قبل الميكب، وايد أحبه وما أستغني عنه. ترطيبه جداً عالي، والبشرة هالفترة لأن الجو قام يتغير تحتاج شيء نفس دبل سيروم. وبعد أموت على كريم يوليا المرطب اللي مسويت لنا من الكوليكشن مالي. أحلى شيء فيه يا بنات إن ريحته خفيفة باودر، لكن في نفس الوقت يوم تحطونه يعطيكم اللمسة المخملية. أكثر عطر بالنسبة لي أستخدمه كعطر بلانش، ريحه الوالده فانيلا، وفيه تاتش عربي بسيط جدا. العطور هذه كلها تعتبر فرنسيه، بس بلانش اكثر واحد قريب على قلبي. وسؤال المسابقه اليوم على الحلقه الجميله اللي شفتوها، شو هو المنتج اللي انا ما استغني عنه ابدا، استخدمه قبل الميك اب واول ما انش من الرقاد؟ جاوبوا عشان تربحون جوائز قيمه من بوتيكات. رمضان كريم عليكم ونشوفكم على خير.